بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وتقبل الله زيارتكم وطاعاتكم ومواساتكم لمولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام في زيارة الأربعين. كان الشيخ أحمد الكافي بعمر 7 سنوات يأخذ مصروفه اليومي وهو تومانيا في العملة الإيرانية، ويعطيها لقارئ القرية لينعى له الإمام الحسين عليه السلام في كل يوم. وكان أصحابه من الأطفال يذهبون ويشترون الحلويات، ولكن الشيخ أحمد الكافي بعمر 7 سنوات كان يفضل سماع النعي حول الإمام الحسين عليه السلام. وعندما أصبح بعمر 15 عام عرفه الناس بصوته الحزين، وبدأ يقرأ الأدعية والعزاء في حرم الإمام الرضا سلام الله عليه، وعده الناس من البكائين على الإمام الحسين عليه السلام. وعندما يسأل الناس أهله عن سبب توفيقه يقولون أنه بسبب التمانين، حيث يعطي كل ما يملك ليبكي على الإمام الحسين عليه السلام، فأعطاه الإمام الحسين هذا التوفيق الإلهي. فكان بمجرد أن يذكر اسم الحسين عليه السلام يضج المجلس بالبكاء، بمجرد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم كان المجلس يضج بالبكاء، بمجرد أن يصلي على محمد وآل محمد كان المجلس بأكمله يضج بالبكاء. وهذه النيات الصادقة عندما تنويها لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى على قدر النية تكون منه العطية. برنامج صباحات والأيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.